اختارت القائد لعنتر يحيى بدلا من منصوري، مما أثار غضب منصوري ودفعه لمحاولة مغادرة معسكر الفريق قبل أن يتراجع بعد تدخل زملائه الذين قاموا بتهدئته. خبر لمفادنا في سلامير محمد الوضاحي، ومحمد ينضم إلينا الآن من هناك عبر الأقمار الاصطناعية. محمد، هل تم تطويق هذا الإشكال بين قوسين بصفة نهائية؟ وماذا عن التشكيل الأساسي الذي سيواجه سلوفينيا؟ هل توفرت لديك معلومات عن هذه التشكيلة؟ نعم معز، مساء الخير. بداية، كل ما تنقلته وسائل الإعلام بأن اللاعب يزيد منصوري حاول حزم حقائبه والسفر من هنا، كل هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة. تحدثنا إلى اللاعب مطولا، اللاعب أكد بأنه لم يحدث أي شيء من هذا القبيل. نحن متواجدون مع المنتخب الجزائري منذ فترة، لم يحدث أي شيء يثير الانتباه. هناك اجتماعات جانبية عادية مثل أي المنتخبات، هناك أخبار يبلغها المسؤولون للاعبين عشية المباراة، تعرفون أن المباراة مهمة أمام سلوفينيا. المدرب رابح سعدان وقف على إمكانيات لاعبيه، يعرف جيدا التشكيلة التي سيخوض بها المنتخب الجزائري المباراة أمام سلوفينيا من خلال التدريبات وما لاحظناه من خلال المباريات التجريبية. يبدو أن المدرب رابح سعدان سيعتمد على خطته المعهودة، 3 مدافعين، 5 لاعبين في الوسط ومهاجمان. الأكيد أن اللاعب حسن يبدأ سيكون أساسيا، 3 لاعبين في خط الدفاع بالتأكيد سيكون هناك، عنتر يحيى ويكون هناك حليش، إضافة إلى مجيد بوغرا لاعب الوسط معروفون أيضا، هناك لحسن، هناك كريم زياني، هناك بلحاج، وأيضا اللاعب كريم مطمور الذي سيكون في خط الهجوم بدون شك، مع اللاعب جبور بعد أن كان غزال قد أثبت عدم فعاليته في مباريات الودية. على كل، للحديث عن هذا الموضوع معنا رئيس الوفد الإعلامي أو رئيس خلية الإعلام في الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمرافق للمنتخب الجزائري السيد عبد القادر. إذا بداية، سيد عبد القادر مساء الخير. ما إشكال المنصوري؟ كنت تحدثت أنت مع اللاعب منصوري، هل لك أن توضح لنا هذا الموضوع؟ لأن قيل الكثير وكتب الكثير وهناك نفي. C'est quelque chose de très très normal ce qui se passe, c'est-à-dire que le capitaine. هذا أمر طبيعي جدا. الكابتن منصوري تم استدعاؤه وجرى هناك حديث من رجل إلى رجل، وأشار بأنه نظرا لأدائه بأنه لن يكون في المجموعة الأساسية ولم يقصر. هذا أمر يحدث في جميع أنحاء العالم. انظروا إلى تيري أنري. تيري أنري وهو لاعب ذو رصيد كبير جدا مع الفريق الفرنسي، وهو وافق بأن يكون في خدمة الفريق على مقاعد الاحتياط، والسيد منصور اللاعب منصوري اتخذ قرارا حكيما، وهو قال لقد كان قائدا في كل الفرق التي لعب فيها كلوريان والفرق الأخرى. إن منصوري يزيد منصوري هو لاعب محترف، يعرف ما هي المنافسة وهو لعب هذه المنافسة، وهذا أمر طبيعي جدا. بطبيعة الحال من جهة أخرى يزيد منصوري أحبط وشعر بنوع من ربما الحزن، هذا أمر طبيعي وفي نهاية مسيرته، فالجميع يسعون اللعب في كأس العالم. هو داخل المجموعة، هو سيلعب ربما في المباريات المقبلة، وبالتالي فأن مثل هذه الأخبار هي غير صحيحة ولم يصل حقيبه. سنعود نتحدث إليك لاحقا في مواضيع أخرى لقصر فترة النصرة. معز، إذا هذه هي الأخبار. عبد يزيد منصوري لن يكون أساسيا مع المنتخب الجزائري، إشارة القائد لن تكون معه، ولكنه لن يغادر أيضا معسكر المنتخب وهو ما زال مع الفريق يتدرب يوميا مع زملائه تحضيرا للمباريات المقبلة. شكرا لك محمد، وشكرا جزيلا أيضا لضيفك، كنت معنا من سان لامير مباشرة. شكرا.